بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بالنسبة لشابتر 7، غطينا اللينكد ليست، عملنا لينكد ستاك اند لينكد كيو. اليوم راح نشوف كيف يعني سيركولر للينكد ليست، والمرة الجاية الفيديو الجاي راح يكون دبل لينكد ليست. شو معنى؟ أول شيء قبل ما نبلش بالسيركولارلي، المرة الماضية بالنسبة لللينكد كيو هاي صورته النهائية، عملنا كيو حطينا فيها 5 عناصر، ابتداء من 5+A، يعني 5+0، 5+2 كان يبعث ان كيو، فبعث 5 6 7 8 9. طبعا الفيرست، يمكن هاي الفيرست، فيرست طبعا 5 اللي هي هيد اوف كيو. بعدين شلنا الكيو من العنصر اللي على الهيد، او الهيد نعم، او الفرونت اللي هو شال 5، ضل 6 7 8 9. بعدين ان كيو ل 100 راح يضيفها على النهايه 100، فهي اوريدي احنا طبعنا او احنا شرحنا كيف بيشتغل كل ميثود، ان كيو دي كيو فيرست، ان كيو دي كيو فيرست، هيها فيرست ان كيو ولين، دائما احنا بناخذهم من نفس الاشي. والديسبلاي كيف شغلنا نفس الشيء لما عملنا من كوبي، وبس غيرنا التيمب من نوع لينكد كيو، وكلياته ظل نفس الشيء ما تغير. فاللي فاهم كيف احنا اشتغلنا بالدايناميك اريا وكيف عملنا الليس از كيو از ستا، راح يكون سهل عليه جدا لما يفهم كيف احنا عملنا كيو اند. هلا سيركولار لينكد ليس، هاي سيركولار سوري سيركولار كيو. اوكي، بالاول بدنا نشوف الشابتر سيركولار لينكد ليست اللي هو هيو. بالنسبه ل الاي ليرنينج، انت راح يكون عندك كل الكود، هاي الكلاس نود لحاله مجرب ومظبوط، لينكد ليست ستاك از لينكد ليست، كيو از لينكد ليست، وسيركولار كيو. والمره واليوم راح نشرح سيركولار لينكد ليست از، ونطبق عليها الكيو والدبل لينكد ليست المرة الجاية. فكله نازل عندك مشان يوم الاثنين في هاي الأسبوع أو الأسبوع الحالي، احنا اليوم السبت، فالأسبوع الحالي الاثنين والأربعاء راح نبلش في الشابتر اللي بعده. فبالنسبة ل سيركولارلي لينكد ليست، شو يعني سيركولارلي؟ احنا بنعرف انه السنجلي لينكد ليست الهيد بيأشر على البداية والتيل بيأشر على النهاية، ولازم التيل دوت نيكست بيساوي نال، معناها هي نهاية اللينكد ليست. الفرق اللي بين السنجلي والسيركولر، يعني نهاية اللينكد ليست اللي هي تيل راح يأشر على البداية، فهي عامل سيركل، هيها سيركل. اوكي، the circular linked list is the collection of nodes in which tail node also point back to the head node. معناتها التيل راح يأشر على الهيد في البداية السنجلي باتجاه واحد، التيل بيكون نهايته نال، نفس السنجلي بس بتحط تيل دوت نيكست بيساوي هيد فقط، بتصير عندنا سيركولار. فاهم؟ تيل دوت نيكست بيساوي هيد، وير ذا هيد نود. اوكي، هلا لما شو سألك وير ذا هيد نود، فهي وتيل دوت نيكست بيساوي هيد اللي انت كنت تعرفه هيد. لما يكون هاي الشكل للسيركولر، اوكي هاي السيركولر، احتفظ بالهيد ولا احتفظ بالتيل؟ طبعا التيل ضروري، اوكي، لكن الهيد مش ضروري. ليه؟ الهيد التيل دوت نيكست بيساوي هيد، او بيساوي الاشي اللي بالبداية، اوكي، لكن مش ضروري اضل محتفظ انا بالهيد. ليه؟ لانه بوصل له من خلال تيل دوت نيكست. لو انك حكيت لي طب دكتوره خلي الهيد وبلاش من التيل، اوكي، ما بزبط. ليه؟ لانه انا اذا عندي الهيد معناتها مش راح اقدر، اوكي، او في كومبلكسيتي عاليه اني اوصل للتيل، ومش راح اقدر اوصل له، اوكي، انه اوكي ممكن احكي انا تيل دوت نيكست بيساوي هيد، بس ليش انا اخذ طريقه
الكومبلكسيتي لها عالي كثير، بينما انا عندي طريقه اخرى يكون الكومبلكسيتي لها بيج اوف 1. ف لما بيكون عندك سيركولار كيو بكيف بيكون عندك تيل. اوكي، طبعا انا حصلت على اللينك للتيل من بدايه اللينك ليست، وبعد هيك خلص بتعامل مع التيل. كيف بحصل على الهيد؟ تيل دوت نيكست. اوكي، بدنا نطبق عليها او السيركولار لينك ليست نطبق عليها الكيو. هلا كلاس نود اوكي نفسه، فمش داعي نضل نروح ونيجي عليه. الانيشال كونستراكتور اللي هو التيل بطل في عندي هيد، فشطبنا الهيد، بنروح بنجيب نفس الكيو الاز لينكد ليست اوكي، ونشطب الهيد. تايو ان انا اوريدي هاي عاملها، جهزت لك اياها مشان ما ناخذش وقت عليها، فهي جاهزه عندك. هيها سيركولار كيو، فهاي النود اللي بنعرفه. لا، هاي الانيشال كونستراكتور، لا السيركولار كيو، التيل بيساوي نون، السلايس بيساوي زيرو فقط، فيش اشي اسمه هيد. اللين زي ما بنعرفها اللي هو السلايس از امتي، السلايس بيساوي زيرو. الفيرست اول شيء الفيرست مش لازم يكون امتي، فبيرجع لي انا سميت متغير سميته هيد اللي هو التيل دوت نيكس، وبده يرجع لي شيء اللي ما تشايله. خلينا نرجع هون الانيشال نفسه، لين نفسه، الديسبلاي سوري از نفسه از سيم. اوكي، بنيجي على الفيرست. هاي الفيرست انت عندك هاي التيل، التيل دوت نكست هي عبارة عن الفرونت، هي عبارة عن الهيد اوف ذا كيو. فعشان هيك اول شيء لازم نعمل ايرور اذا كانت امتي، بقدرش ارجع قيمة العنصر اللي بتأشر عليه بما انها هي فاضية بتأشرش على شيء. سميت عنصر اسمه هيد، يعني فيك تسمي هذا العنصر مش هيد اتش دي ولا اي شيء بدك اياه، مش الهيد اللي انت بتعرفه داخل البارامتر للكلاس ما في هيد. انت عرفت متغير هون اسمه هيد، وخليت القيمه تبعته يأشر على الهيد تيل دوت نيكست. هاي تيل دوت نيكست في ترجع الهيد دوت اليمنت اللي راح يرجع لك الايه. هاي الفيرست تختلف عن الاشي اللي زمان كنا نعمله، لا بس انه كنا زمان الهيد بيأشر كنا نرجع الهيد دوت اليمنت ريتيرن، بس هلا لا بدنا نخلي الهيد تساوي تيل دوت نيكست. اوكي، او سيل دوت تيل دوت نيكست اليمنت، بصير بدون ما تسمي هذا المتغير. اوكي، ترجع هاي تيل دوت نيكست دوت اليمنت، هاي بصير هاي بصير تسميه عادي. اوكي، ف تيل دوت تيل دوت نيكست هاي تيل دوت نيكست اللي هي هي دوت اليمنت اللي هي ايه نفسها برضه لو بدكش تسمي هيد. دي كيو بدنا نعمل حذف اوكي من البداية، الحذف من البداية سميت اولد هيد، اولد هيد هيو سميته تيل دوت نيكست، سميته هاي صار يأثر على اول الكيو. اف سايز ايكوال 1 معناته هو عبارة عن العنصر الوحيد في هاي الليست، معناته خلي تيلي اشر، خلي سيل تيلي يساوي نان، يعني يبطل يأشر على اشي معناته هو العنصر الوحيد. بدنا نحذف العنصر الوحيد معناته تيل بيساوي نان، خلاص ببطل يأشر على اشي. اس معناته فيها اكبر من واحد، معناته خلي سيل تيل دوت نيكست يساوي الاولد هيد دوت نيكست. نتبع مع بعض، سيل دوت تيل دوت نيكست هاي بتساوي الاولد هيد، هي دوت نيكست الاولد هيد دوت نيكست اللي هي صارت هاي. فخلي التيل دوت نيكست يخلي على البول اولد هيد دوت نيكست، فصار يأشر هاي على السي، صارت بهاي الشكل. اوكي، فانت بحاجه ولا متغير اسمه اولد هيد يأشر على التيل دوت نيكست، تيل دوت نيكست اولد هيد بيساوي تيل دوت نيكست، وخلي
تأشر على دوت نكس اللي هي طيب دوت نكس اللي هي ولازم بعد كل سواء كان العنصر الوحيد او كان فيها اكثر من عنصر دائما لازم نقص السايز مختار واحد. الدي كيو دائما لازم نرجع العنصر اللي حدثناه، فهو بيأشر على العنصر اللي حدثناه ثم نرجع الاي كيو. بدنا نضيف عنصر اوكي في نهاية الليست، كثير سهل. احنا انشأنا نيو دوت نكست، نيو دوت نكست يساوي سيلف دوت تيل دوت نكست، تيل دوت نكست هيها اللي هي نفس الهيد، خليها تصير على ال نيو دوت نكست، هيها نيو دوت نكست بتصير تأشر على البداية، وانا البداية بعرفها اللي هي تيل دوت نكست، فنيو دوت نكست بيساوي تيل دوت نكست، معناتها هي صارت تأشر. اللي بدخلي التيل بيساوي النكست، صار التيل موجود، التيل دوت نكست سوري تيل دوت نكست بتساوي نيو، بصير يأشر هون. بعدين التيل بدي انقله على النود الاخير اللي هي التيل سيلف او تيل بيساوي نيو. بكل بساطة يعني مثلا ان كيو لما يكون في عندك العنصر الوحيد، اول شيء احنا بدنا ندخل العنصر، اذا كانت انت معناته هو العنصر الوحيد تيل بيكون نال، معناته خلي نيو دوت نكست تساوي النيوز نفسها، هاي اذا كان العنصر الوحيد بالان كيو، هاي راح نعملهم مره واحده. اس معناته في عنصر غيره، راح نعمل نفس العمليات هاي، نخلي لازم نشيك اذا كان العنصر الوحيد، والا بنعمل سيلف دوت تيل دوت نكست بيساوي نيو، وسيلف دوت تيل بيساوي نيو، بالاول نيو دوت نكست بيساوي سيلف، هاي ثلاث جمل هذول، فيهم الثلاث جمل هيهم 1 2 3 اوكي، ولازم سايز بيساوي سايز بلس 1 اوكي. فهاي نفس الاضافه، لكن اخذ بعين الاعتبار اذا كان العنصر الوحيد، اذا كان العنصر الوحيد معناته تيل بيساوي نال، بما انه تيل بيساوي نال معناته بدي اخلي تيل اوكي يأشر على نفسه، تيل دوت نكست بيساوي نفس العنصر اليوم اوكي، وتيل بيساوي نيو، تيل بيساوي نيو، هاي الطريقة مشتركة. أيها. أول خليني أرسم لك رسم، طلع هاي أول إشي تيل بيساوي نال، معناته ما فيهاش إشي، عملت نيو سنوت هاي هاي، بدي أخلي هاي العنصر النكست النيو دوت نكست يساوي نفسه النيوست، يأشر على نفسه، وبدي أخلي تيل بدل ما كان نال يصير يأشر على نيو، دي هاي جملتين، هاي أول جملة نيو دوت نكست بيساوي نيوست، وسيلف هاي مشتركة للاثنين، وتيل أوكي هاي تيل بدل ما كانت نال بتصير تساوي نيو دوت نكست نيوست تيل، هاي اول هاي اللينك من هاي اللي هي نيوست دوت نكست، خليها تساوي نفسها نيوست، بدي اخلي تيل يأشر على نيوست، تيل بيساوي نيوست. طيب هاي اذا كان العنصر الوحيد، اذا كانت امتي معناته ما فيهاش عناصر، اعمل هيك. طيب اذا لا معناته فيها أكثر من عنصر، شوفي هاي العنصر مثلا إيه، هاي العنصر الثاني نفرض إن فيها عنصرين أوكي، وهاي بيأشر على هون سيركولر، وبدي أضيف هون هاي نيو نوت، هاي شو أول إشي لازم تعمل؟ هاي النيو نوت اوكي دوت نيكست هاي لازم تصير تأشر على هاي اللي هي وين قيمتها، هاي تيل، هاي تيل، لما ترسم هيك كثير بسهل عليك. هلا هاي تيل دوت نيكست
بتأشر هون وبدي نفسها نيو دوت نكست تأشر هون، معناته نيو دوت نكست بتساوي تيل دوت نكست، صاروا أشروا بعض. هلا بدي أخلي تيل دوت نكست يأشر على نيو، وبدي أخلي تيل تصير هون، تيل بتساوي نيو. هاي الإضافة في السيركولار كيو. فهلا إذا بدك الكود، هاي سيركولار كيو، الفيرست يرجع أول عنصر اللي هو زي ما حكيت لك، سمى هيد بيساوي سيرك تيل، ولو إني شلتها أوكي وعملت دوت نكست دوت اليمنت هي نفسها تتغير. اوكي لو انك عملت هيك جربها برضه ونشوف تتغير. اي كيو بدي اضيف، فلازم اتاكد بالاول او انشا نود كالعاده، دائما بننشئ نود. اوكي اذا انت معناته ما فيهاش ولا عنصر، بدي يكون العنصر الوحيد اللي هو سيلف تيل بيساوي نيو، تيل دوت نكست بيساوي نيو. اوكي واذ خلي النكس بيساوي تيل دوت نكس، وخلي تيل بيساوي نيو، وخلي خلي تيل دوت نكس بيساوي نيو، وتيل بيساوي نيو. هاي نفسهم، هاي بدل ما هي احنا هون بالسلايدات نكررها، نكررها اخر اشي. اوكي ممكن نكررها مرتين هون نفس الاشي، بس بالسلايدات اعملها مره واحده لما يطلع من الدوران، سواء طلع اذا انتي اضافها هون ضاف عنصر وحيد او ضافها في النهايه لما يكون اكثر من عنصر. هي تيل بيساوي نيو، استيها تيل بيساوي نيو، تيل بيساوي نيو. احنا لا شو عاملينها بالسلايدات، شايلين هاي وشايلين هاي اوكي، وحاطينها هون، هي نفسها نفس الاشي بالسلايدات بتصير اوكي وشغال مظبوط. طبعا دائما لما نضيف عنصر لازم ننقص المقدار واحد، لما نحذف عنصر بيكون ننقص. اوكي طيب علينا روتيت، شو يعني روتيت؟ شو يعني روتيت؟ روتيت يعني removing the front element and reinserting it at back of the queue. يعني انا العناصر عندي في الكيو A B C D، بدها تصير عندي B C D A، يعني ايه راح تصير النهاية اوكي، وفرونت راح تصير بي، والفرونت راح تصير بي، هاي اسمها روتيشن. اوكي فانت بدك تخلي، راح ارد اعيد لك، روتيت فرونت اليمنت تو باك اوف ذا كيو، يعني خلي ايه اوكي يصير النهاية. فاذا السايز اكبر من زيرو معناتها خلي تيل، خلي تيل يأشر على سيلف دوت تيل، خلي التيل يساوي تيل دوت نكس فقط، بدل ما هو التيل هون صار هون. لما صار هون هاي التيل اوكي، معناتها صارت الفرونت اللي هي تيل دوت نكس، تيل دوت نكس هي معناته هاي الفرونت، وهاي التيل النهاية. بما انه هاي الفرونت معناته بتصير العناصر بي سي دي اي، لانه سيركولر. انت شو يعني سيركولر؟ سيركولر هاي سيركولر، هاي سيركل، وين بدايتها؟ وين نهايتها؟ اعمل روتيشن، اعمل روتيشن، اعمل هيك، اقرأ هيك، اقرأ هيك، اقرأ هيك، اوكي؟ فسيركل، فانت ممكن تلف بدون ما بدون اي جهد، تلف بالسيركل، هاي سيركل ما هي مربوطة، اوكي؟ انت كنت هون، رجعت لهون، طبعا تتحرك من هون هلا لهون، تتحرك من هون لهون، هاي الروتيشن. فمعمول لنفس الاشي، هاي الروتيشن هيها فقط بتساوي تيل دوت نكس، وتيل دوت نكس بما انها تيل صارت هون معناته تيل دوت نكس هي دائما فرونت. احنا كيف رجعنا الفرونت هون؟ كيف رجعنا الفيرست؟ هي اللي هو تيل دوت نكس فقط، فتيل دوت نكست هو صار الفرونت، بس انا رجعت الاليمنت، بس تيل دوت نكست هو الفرونت. شو معنى فيرست؟ معناها ريتيرن ذا فيرست اليمنت. طب مين الفيرست اليمنت؟ اللي هو
هذا التكست. كثير مهم هاي الأشياء. أنت هون الـ first element أو الـ first node هو نفسه الـ tail دوت next. فلما بدك ترجع الـ element تبعه tail دوت next دوت element، فوين الـ tail موجود؟ الـ tail دوت next اللي هو عبارة عن front. فبدك تعمل روتيشن، بدك تلف نكست، خلي تيل يساوي تيل دوت نكست، صرنا هون صار هون، معناته الفرونت هيود. يعني هاي الفرونت انت مش ضروري، هاي انت بتعرفها بعدين، مش ضروري دائما تكون موجوده. انا بكفيني بالسيركولر فقط التيل. بدك فرونت او هيد سماها قبل شوي، هيد تساوي تيل دوت نكست، رجع الاليمنت اللي هو بي. فبدايه السيركل هاي الكيو عباره عن بي. كمان مره اعمل روتيشن، كمان مره خلينا نعمل، كمان مره خلي تيل تساوي تيل دوت نكست، صارت هون تيل. مين البداية؟ صارت سي البداية. جاب لك هيك في الامتحان، جاب لك هيك، حكى لك هاي عبارة عن، هاي عبارة عن تير. أعطيني عناصر الأري، أعطيني عناصر الكيوب بالترتيب، تحكي له دي اي بي سي، لأنه الهيد أو الفرونت للكيوب اللي هو تيل دوت نكست. فالبداية عبارة عن دي، وكمل لتين لف A B C دي A B C. فكثير مهم تعرف انه انا وين البدايه وين هي، مش ضروري دائما تين راسم لك اياها. هيو رسمته هون، سالتك هاي طبعا تين. انا بعد ما عملت تين بساوي تين دوت نكست، عملت روتيشن مره مرتين، جوز يحكي لك اعمل روتيشن مرتين واعطيني محتويات الكيو. تحكي له اول مره هاي روتيشن تين بتساوي تين دوت نكست، صرنا هون. كمان مره تيل بتساوي تيل دوت نيكس، صرنا هون صرنا هون. اقرأ لي عناصر الأري سي دي اي بي فقط. اوكي اعمل لي 3 مرات روتيشن، اعمل لي 4 مرات روتيشن. اوكي اعمل لي عدد السايد روتيشن، رجعناها زي ما كانت. اوكي عملنا 4 مرات، كم إليمنت فيها؟ 4 مرات، 4 عناصر. اعمل 4 مرات ترجع نفسها، أول مرة صارت هون، ثاني مرة هون، ثالث مرة هون، رابع مرة هون. أوكي؟ هاي تيل، أول مرة هون، ثاني مرة هون، ثالث مرة هون، رابع مرة هون، رجعت نفسي. برجع لنا. صعب شوي. هاي تيل. اعمل روتيشن 4 مرات بعدد السايز. السايز كم؟ 4. أوكي؟ اعمل هاي تيل هون. أول مرة روتيشن هاي تيل يساوي تيل دوت نيكست. كمان مرة تيل بيساوي دوت نيكست 1 2. كمان مرة تيل بيساوي تيل دوت نيكست هي. كمان مرة تيل بيساوي دوت نيكست هي. رجعت تيل محلها، معناته انت رجعت مكانك لما تعمل روتيشن بعدد السايز. 1 2 3 4 تمام. اوكي يعطيكم العافية وبالتوفيق.